قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. غياب السعيدي عن الوداد لهذا السبب. غاب صلاح الدين السعيدي أمس الأربعاء عن تدريب الوداد الرياضي لكرة القدم بسبب الإصابة، حيث برمج له الطاقم الطبي حصة خاصة بقاعة تقوية العضلات لتفادي تفاقمها تحسبا لاستعادته قبل موعد المباراة ضد حسنية أكادير يومه السبت المقبل. وكشف مصدر مسؤول أنه سيتم الحسم غدا الجمعة في إمكانية مشاركة صلاح الدين السعيدي في المباراة ضد حسنية أكادير من عدمها بناء على التشخيص الأخير للطاقم الطبي لفريق الوداد الرياضي. وستعرف تشكيل الفريق الوداد الرياضي ضد حسنية أكادير غياب كل من أيمن حسوني، سفيان لمدن، الشيخ إبراهيم كومارا بسبب الإصابة، وأشرف داري لطرده في المباراة الأخيرة ضد أولمبيك أسفي يوم السبت الماضي. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.